يمكن كان عندنا تفاؤل شويه قبل المباراه زايد عن الحد، ويمكن اللعيبه كان واصل لها الكلام دوت، ولا يعني انطباعها في الملعب ما كانش هو اللي احنا كنا متمنيين. لا مش تفاؤل خالص يا ايمن، هو كانوا بيقدموا مباراه طبيعيه جدا وعايزين يحسموا الدوري النهارده من غير تفاؤل، من غير، انا شايف ان ما كانش في حد يعني مستسلم المباراه او كان بيفكر في الاحتفال من بدري، انك انت ما احتفلتش النهارده هتحتفل الماتش الجاي اللي بعده، الموضوع محسوم، فانت ما كنتش متلهف للاحتفال قوي. لكن احنا اتكلمنا قبل المباراه ايمن وقال، وكل واحد قال تصوره، والحمد لله كلنا كنا بنتكلم في كام نقطه تقريبا هو اللي حصل في المباراه على مدار الشوطين. طبعا الموضوع الطرد بتاع احمد فتحي اثر عليك تاثير جامد جدا طبعا، مع الالتزام الدفاعي اللي بيلعب بيه كابتن طلعت، مع المجهود اللي بوزل يعني هنتكلم فيه. لكن في نقاط كده النهارده فاصله في المباراه، يعني طرد احمد فتحي اثر عليك تماما طبعا، ولكن تألق محمد الشناوي غطى على الحته دي. ما ده اكيد، انا كنت لسه اقول لك ان الشناوي النهارده من يعني يمكن نجم المباراه من النادي الاهلي، هو هدفين محققين النهارده طبعا، ضربه الجزاء وهدف تاني انفراد، ودي قمه الشناوي ودايما بنحيي الشناوي. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا انت ضيعت المباراه في الشوط الاول، الشوط الاول ما فيش خطوره خالص يا ايمن، واتكلمنا وقلنا ان متخوفين من من شكل التشكيل في الملعب نفسه، توظيف اللعيبه، الاجانب اللي فيه بعض اللعيبه لحد الان مش عارفه ترجع لمستواها، زي جونيور. جونيور من لعيبه الكوره اللي بتفرق جامد جدا في اداء النادي الاهلي، لعيب بيلعب اكتر من مركز، لعيب حريف بيعرف يعمل لك الفرق حتى مش هجيب لك جول، لكن بتمريراته بتحركاته جونيور لحد الان مش فايق. اتمنى يا رب اللي مش ما يفرقش معايا ماتشات الدوري دي كلها، انا بس عايزه على الاهم. على الحاجه الثانيه ان الطريقه الدفاعيه اللي لعب بيها كابتن طلعت، كل تحيه لكابتن طلعت على فكره، لعيبه الاتحاد النهارده التزام تام لنهايه المباراه، لعبوا على قد امكانياتهم ولعبوا على نقاط نقاط القوه عندك انت، وقدروا يلعبوا عليها كويس، وانت يمكن ساعدتهم شويه بحيث اتنين راس حربه دي يا ايمن، اتنين راس حربه صحيح قللت خطورتك شويه، انت بتتكلم بتعمل احصائيه الكرات العرضيه من يوم ما عملنا الاستوديو هنا، صحيح عمر ما في فريق لعب بكرات عرضيه اكتر من النادي الاهلي، مزبوط. استحاله مظبوط، 8-2 دي يعني احصائيه مقلقه. الشوط الاول كمان الشوط الاول ما احنا بنتكلم بين الشوطين، بقول لك بين الشوطين اتكلمنا فيه وكمان نسبه الاستحواذ في اخر الماتش اكيد، بس الاستحواذ عشان الطرد هيفرق معاك يا ايمن، اكيد الطرد هيدي له هو يعني الافضليه فيه، دايما لعيب فاضي هم من لعيبه الكره بيعرفوا قدام في مساحه بيستلم مستلم كويس جدا، مش يعني مش بيحاول يخلص من الكره على طول.